من 30/6 و3/7 لحد يعني واحنا في منتصف يعني بالتقريب في منتصف سنه 22، عدى 8 سنين. ايه اللي اتغير في مصر من وجهه نظر قداسه البابا، وايه اللي اتغير لصالح الكنيسه والمسيحيين المصريين؟ صدقني يعني مع احترامي للسؤال، بس الجزء بتاع تغيير للكنيسه يعني ما ياخدش أهمية بقدر التغيير اللي في مصر. هقول لحضرتك، طبعا في الثمان سنين دول من 13 ل 22 8 9 سنين اتغيرت مجالات كثيرة جدا على أرض مصر. يمكن الشباب الصغير ما يقدرش يستوعبها، ما ياخدش باله، لكن ربما احنا عشان كبار شوية نقدر نقارن بعصور سابقة، فالمقارنة دي بتبين الإنجازات المعمارية على اختلافها، الإنجازات الصحية، ودي أنا أعطيها المقام الأول، الصحية، تخفيف الآلام الصحية. ده تخفيف الآلام صحيح، الشيء اللي دايما شغل يعني حضرتك عقل. فاكر فيروس سي طبعا كان بيعمل إيه في المصريين؟ طبعا تلت الشعب كان عنده فيروس سي. صحيح، هي دي الثورة الحقيقية. فالمبادرات الصحية، مثلا إجراء الجراحات اللي متأخرة، التأمين يعني العمل الصحي بصفة عامة، لأن ما فيش أغلى من الصحة، ده إنجاز كبير جدا. التعليمية، استراتيجيات التعليم الجديدة ده هي ربنا يكملها، أنا متأكد أنها تخلق جيل حلو. والحقيقة اقتحام مجالات كتيرة، زراعية، صناعية، اقتصادية، مشروعات ضخمة، افتتاح قناة السويس، المنطقة الصناعية، الدلتا الجديدة، أنا مش بحصر لكن بذكر أمثلة، ده كله عمل نهضة غير مسبوقة في التاريخ المصري الحديث. صحيح، وبتعوض نقص سنين وسنين فاتوا. سنين وسنين أنا أنظر إن ده لصالح الأجيال الجديدة ولصالح الكيان المصري. مصر دولة لها قيمتها، لها مكانتها، لها عظمتها، لها ريادتها، بلا شك ده يعني الأمر كله يعني طبعا والفضل فيه لله أولا، لعمل السيد الرئيس والكل اللي بيعاونوه، أن عمل جديد بيطلع بمصر في كافة المجالات.